الأستاذ محمد نبوي من امبارح والنهاردة على شاشة قناة الصدى. طبعا ده في صدى البلد متأسف، كلام في منتهى الخطورة يتغير به وجه الرأي في الدعوة، كونه قاعد عمال بيتكلم. انا ما كنتش اعرف، انا ما شفتش، انا ما جيتش، عيب هو يقول الكلام ده. لا. اولا لكونه محامي، اثنين استنان يا فندم اتفضل، اثنين كان المستشار الاعلامي لحركة التمرد، تمام. فيبقى بيقرأ، بيمسك جورنان يقرأ، بيمسك قضية، بيقعد قدام تلفزيون، تمام. بيشوف ويعلم علم اليقين ان الناس دي بتتحاكم، والكلام اللي بيقوله النهاردة يؤكد ان جماعة الاخوان ان كان صحيحا متورطون، وعلى رأسهم صفوة زفت المتخابر حجازي اللي لبس لبس واحدة ست وحلق شنب ودقنه عشان يهرب وتمسك. فأصبح النهاردة الأستاذ محمد نبوي عالم ولم يبلغ بالجريمة دي. أحد يا أستاذي اتفضل. فكان يتعين عليه أثناء المحاكمات أن يتقدم ببلاغ للنائب العام انه عنده معلومات، ولكن النهارده لما يقول حاولت اتصل واشوف حد لان ما لقيتش حد، ده كلام فاضي. اللي فجره النهارده انا كتبت بلاغ من امبارح وهتقدم بيه باكر صباحا للنائب العام ضد الاستاذ محمد نبوي، تمام. وضد صفوت حجازي، تمام. لان لازم تتسمع اقواله، تمام. وانا طلبت في بلاغي وقف تنفيذ الحكم لحين انتهاء التحقيقات، لأن الكلام ده اللي بيقوله قد يظهر براءة شخص أو يؤكد إدانة آخر، فلا بد هناك فرصة أن يتم الاستماع إليه. كونه بقى إن الحكم بقى نهائي باته وحكم نقض وكل الكلام ده كلام نحترمه على دماغنا من فوق، ولكن هناك طريق التماس إعادة النظر لإظهار أدلة جديدة ظهرت بعد الحكم بالأسف. خلي حالك معايا دكتور، تفضل ردي على كلام دكتور سمير. طيب احترامي طبعا تقديري للدكتور.